جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف بالإمكان أن تبرر الميت؟ وهل كثر روحه معلومات من الدنيا بأن ابنه فلان قد قرأ القرآن عن روحه وأهدى ثوابه إليه؟ طيب بالميت الاستغفار له والدعاء له والتصدق عنه، هذه أعمال يصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولما سأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت أفيتصدق عنها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه. فهذا مما يصل ثوابه، مما يصل ثوابه إلى الأموات: الدعاء والاستغفار والصدقة والحج أو العمرة، كل ذلك يصل ثوابه إلى الأموات. لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن والده أنه أدركته فريضة الله حج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة أفيحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على والدك دين هل كنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فقض الله، الله أحق بالقضاء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعمال إذا تقبلها الله يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله. وأما أن الميت يعلم بذلك، الميت يعلم بأفعال أقربائه وأولاده، يصل إليه خبر ذلك وعلمه وهو ميت، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. الأموات يشعرون بأعمال أقاربهم وأولادهم، ويسرون بالحسن منها ويستاءون بالسيء منها.